مشكلة حذف الصور والفيديوهات من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة الذاكرة حاجة من أكبر المشاكل اللي ممكن إنك تواجهها وتقابلها، وبغض النظر عن سبب الحذف الصور أو الفيديوهات دي، سواء تم حذف الصور والفيديوهات دي عن طريق الخطأ أو فقدانها بسبب تحديث نظام الأندرويد على تليفونك أو أي سبب تاني، في 3 طرق هتساعدك على استعادة كل الصور والفيديوهات المحذوفة هنشرحها في فيديو النهاردة. والحمد لله شرحنا قبل كده 3 طرق وحصل الفيديو على عدد كبير من المشاهدات والإعجابات الإيجابية والتعليقات اللي بتقول إنه إحنا كنا سبب بعد ربنا إنه ناس كتير استعادت الصور والفيديوهات المحذوفة بتاعتها. عشان كده كل اللي طالبه منك في فيديو النهاردة إنك تتابع 3 طرق كلهم للآخر، عشان لازم إن شاء الله في طريقة هتنجح معك فيهم. وما تنساش اللايك الجميل والاشتراك معنا في القناة، هتلاقي معنا كل مفيد وجديد، وندخل في الشرح مباشرة. هفتح الاستوديو معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، الاستوديو طبعا الطبيعي العادي بتاعنا ده، هفتحه. بعد ما هيفتح معايا هيبقى بالواجهة اللي احنا شايفينها دي، هضغط على 3 نقاط. طبعا الميزة دي ممكن يكون البعض عارفها، لكن اللي جاي محدش، يعني قليل جدا اللي يعرفه. برضو تابع معايا الشرح، هضغط على كلمة سلة المحذفات بعد 3 نقاط، هلاقي هنا الملفات اللي تم حذفها معايا لمدة لا تزيد عن 30 يوم. ومجرد في الطرق اللي جاية ان شاء الله في الفيديو في نقدر نرجع الحاجات المحذوفة بمدة اكبر من 30 يوم، فتابع معايا الشرح عشان تعرف تستعيد كل الصور والفيديوهات بتاعتك حتى لو ممسوحة من فترة كبيرة. بعد ما تفتح معايا الواجهة دي هلاقي الحاجات اللي اتحذفت مني خلال 30 يوم اللي فاتوا، ومجرد ضغطي على الصورة او الفيديو بالشكل ده وضغطي على السهم الموجود في الاسفل، الصورة هترجع معايا في الاستوديو او الفيديو هيرجع معايا في الاستوديو. اقدر كمان من خلال اني لو ضغطت على كلمة ملفاتي ورحت على 3 علامات الموجودين فوق دول، 3 نقاط، ضغطت عليهم وضغطت على كلمة سلة المحذفات، اقدر من هنا الاقي الملفات العادية اللي هي ما هتكونش فيها صور فيديوهات. لو عندك اي ملفات تانية هتلاقيها موجودة في سلة المحذفات دي. طيب دي كانت الطريقة الاولى معانا، نخش بقى على الطريقتين التانيين، وكل طريقة اقوى من التانية، فتابع معايا الفيديو للاخر عشان ان شاء الله مش هتخرج من الفيديو ده غير الفيديو بتاعتك، الفيديوهات والصور اللي تم مسحهم موجودين عندك. تاني طريقة معانا وهي عن طريق تطبيق اللي احنا شايفينه ده، طبعا هسيب لكم لينك اي حاجة هتشرح معانا في اول تعليق، ومجرد ضغطك عليها يحولك مباشرة لمتجر بلاي تنزلهم بدون روابط خارجية وبدون اعلانات. بعد ما هينزل معاك التطبيق ده، وطبعا التطبيق ده من افضل التطبيقات اللي تقدر تستخدمها، مش تطبيقات مزيفة زي اللي ممكن تكون استخدمتها، هتفتح معاك الواجهة دي. نركز جدا يا جماعة في الواجهة دي عشان محدش يكتب لي في التعليقات انه البرنامج مدفوع وعايز يدفع ويدفع له فلوس. التطبيق مجاني بالكامل، هضغط بس على التخطي اللي فوق دي اللي هي موجودة الاكس اللي فوق فوق الشاشة دي اهي، زي ما احنا شايفينها اللي فوق دي اهي، هضغط عليها وهتخطى عملية الشراء عشان محدش يكتب لي في التعليقات انه التطبيق مدفوع. بعدها هضغط برضو عليها مرة تانية هتظهر معايا، طبعا عشان التطبيق مجانا هيظهر معايا بعض الاعلانات هخطاها. هتفتح معايا واجهة التطبيق بتاعنا بتاع النهاردة اهو، في 3 خانات مهمين هما اللي يهمونا واللي هنشتغل عليهم، وهي كلمة سلة المحذفات واستعادة الصور واستعادة الفيديوهات. خلينا نضغط على سلة المحذفات ونشوف، هتلاقي هنا بعض الملفات اللي تم مسحها برضو تقدر تستعيدها، وهي عن طريق ان انا هضغط على الصورة واضغط على كلمة استعادة هيتم استعادتها معايا في الاستوديو. نرجع نشوف باقي الملفات او باقي الخيارات المتاحة قدامنا في التطبيق النهاردة، اضغط على كلمة استعادة الصور وهنشوف هيحصل ايه. طبعا هيظهر معايا اعلان زي ما قلت لحضراتكم، التطبيق عشان مجانا هلاقي فيه شوية اعلانات. بعد ما يخلص الاعلان هضغط تخطي وهيبدأ هنا يعد معايا عدد الصور اللي بيتم استعادتها. طبعا انت ممكن تتفاجئ بصور اصلا ما كنتش متوقع انها موجودة على الهاتف، بس بتنزل مع تطبيقات معينة مثبتة على الهاتف وتبقى بشكل مخفي، وهتلاقي كمان صور مكررة عندك.
هسيبه لحد ما يحمل خالص وهنرجع ليكم نشوف طريقة الاستعادة. بعد ما خلص معايا وسيبته خالص لحد ما خلص للنهاية تظهر معايا الواجهة دي، هضغط على كلمة لا شكرا وبكده هلاقي كل الفيديوهات او الصور اللي تم مسحها. انا لو عايز استعيد اي صورة على سبيل المثال هنشوف كده الصورة نستعيدها مع بعض اهي، افتحها بالشكل ده. لو عاوز استعيدها هضغط على كلمة يعيد، مجرد ضغط على كلمة يعيد بيقول لي شاهد الاعلان عشان يقدر يسترجعها. وده الحاجة النقطة السلبية في التطبيق، مع انه انا حبيت اعرضه عليكم لان هو من اقوى التطبيقات اللي قدر فعلا يجمع لي الصور والفيديوهات اللي تم مسحها ويرجعها ليا. بس في عيب بسيط صغير، انك كل صورة عاوز ترجعها او فيديو لازم تشاهد من خلال مقابل ليها اعلان. والموضوع ده احنا اتخطيناه في الطريقة الثالثة اللي هنشرحها بعد ده. لو حابب انك تنزل الصور والفيديوهات مرة واحدة بدون مشاهدة الاعلانات والشيء الممل ده، ولو رجعنا على كلمة استعادة الفيديوهات على واجهة التطبيق، طبعا احنا شرحنا استعادة الصور دي، استعادة الفيديوهات نفس برضو الموضوع. هتضغط عليه خط الاعلان ده هيبدأ يعد معاك، وتقدر برضو زي ما احنا شايفين هيبدأ يعد معاك وتقدر تستعيد الفيديوهات بالطريقة اللي استعدنا بيها الصور. تعالوا نخش على الطريقة التالتة عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. الطريقة التالتة دي من اقوى الطرق اللي هنشتغل عليها النهاردة، اقوى طريقة فيهم انا نفسي بشتغل عليها شخصيا. الطريقة التانية عن طريق تطبيق برضو، هسيب لكم لينك طبعا اي حاجة نشرحها زي ما قلتها لكم وبذكركم هتكون في اول تعليق مثبت في تحت الفيديو. وطبعا بحب أأكد وأزيد وأعيد في الموضوع ده إنه التطبيق مجاني مش مدفوع، عشان محدش يكتب لي في التعليقات لما تظهر له الواجهة دي إنه التطبيق مدفوع أو محتاج فلوس. هضغط على علامة الإكس دي وهتخطى الواجهة دي، وبعدها هضغط على علامة الإكس اللي فوق دي وهتخطى برضو الواجهة التانية. هيظهر معاك إعلان، هستنى لحد ما يخلص. بعدها تفتح معاك واجهة التطبيق زي ما احنا شايفينها كده، فيها كلمة صور فوتوغرافية وفيديو وسحابة وكم حاجة كده ما يخصناش فيهم غير الحاجتين دول اللي هي الصور فوتوغرافية وفيديو. انا لو محتاج ان انا استرجع الصورة هضغط على الصورة الفوتوغرافية، ولو محتاج ان انا استعيد الفيديوهات هضغط على كلمة الفيديوهات. خلينا نبدأ بالصور، نضغط على الصور الفوتوغرافية ونشوف. هيبدأ يعد معايا زي ما احنا شايفين الصور اللي بيتم استعادتها، زي ما احنا شايفين بيعد معانا اهو. هنتظر لحد ما يخلص خالص وهرجع ليكم تاني نشوف طريقة الاستعادة. بعد ما خلص معايا هجيب لي الصور اللي تم مسحها. على سبيل المثال لو عايزين نستعيد صورة معينة هضغط عليها بالشكل ده هيجي لي اعلان هتخطاه، وبعد كده هلاقي كلمة يعيد. بمجرد ضغط على كلمة يعيد هلاقيها تم استعادتها في الاستوديو. مجرد ضغط على التطبيق وبعد كده مشاهدة الاعلان هلاقيها ظهرت معايا في الاستوديو. طب تعالوا نشوف الفيديوهات نقدر نستعيدها ازاي. هرجع لواجهة التطبيق. طبعا عيوب التطبيقات الوحيدة هي مشاهدة الاعلانات، لانها تطبيقات مجانية فلازم هتلاقي فيها اعلانات. لو ضغطت على كلمة فيديوهات بالشكل ده هيبدأ برضو يحولني ويعد معايا الفيديوهات اللي بيتم استعادتها، وأقدر استعيدها زي ما استعدت الصور. بكده فيديو بتاع النهاردة يكون انتهى. ما تنساش لو عجبك الفيديو تكتب لي تعليق انه الطريقة نجحت معاك ان شاء الله، وتدوس لايك وتشترك معانا في القناة. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.